مرحبا بكم جديد في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الاشكال غير المحدده وموجهه الاولى بكالوريا والثانيه بكالوريا وحتى طلبه الكليات. فما شفت ان كثير من التلاميذ لا يجيدون التعرف على هذه الاشكال، وهذا ما يوقع في المحضر. على سبيل المثال ان تلميذ كيوضع نهايه لشكل غير محدد لا فيني في صفر، حجه ان كل عدد في صفر هو صفر، جميع الاعداد الحقيقيه فاش كنضربها في صفر كتعطينا صفر، ولكن هذا عدد ليس بعدد حقيقي فهو رمز لعدد لام غير منتهي، وبالتالي فالإجابة عنده غلط وحتى التمرين كيخرج عنده غلط. دابا غنشوفو كيفاش غنتعرفو على هاد الأشكال غير محددة. غنطرح واحد السؤال، واش لانفيني تساوي لانفيني؟ يعني لانفيني ديال واحد الدالة ولانفيني هادي ديال واحد الدالة واش كيتساوو مع بعضياتهم؟ غنشوفو مثال اف لإكس تساوي إكس أوس 2 زايد واحد وجي لإكس تساوي إكس أوس 2. فلو ضعنا النهاية ديال اف ليميت ديال اكس عندما تساوي الى بليس لانفيني ديال اف، بما ان هذه الحدودية كناخدو اكبر اس اللي هو اكس اوس 2 ونعوض بلانفيني غتعطيني لانفيني. ولا تمشي تحسب النهاية ديال جي دي اكس هنا عندنا اكس اوس 2 حتى هي غتعطينا لانفيني. باش نعرف واش هادو متساويين الفرق غنحسب النهاية ديال الفرق ديال هاد جوج دوال، يعني ليميت ديال اكس تساوي الى بليس لانفيني ديال اف دي اكس ناقص جي دي اكس. يعني هنا هادي خرجتنا لانفيني وهادي خرجتنا لانفيني. دابا نشوف لانفيني ناقص لانفيني شنو غتعطينا في هاد الحالة. الى وضعت الفرق غتعطينا اكس اوس 2 زايد واحد ناقص اكس اوس 2، هادي تشابه مع هادي غتبقى لنا غير واحد، يعني هنا الفرق خرج ليه واحد. إذا خديت واحد الحالة أخرى غنلقى واحد النتيجة مغايرة، غناخد اف لي اكس انضع هي اكس اوس 2 زائد اكس و جي لي اكس انضع هي اكس اوس 2. الى مشيت خديت الفرق هنا الليميت ديال كل وحده فيهم هي لانفين، الليميت ديال اف عندما تساوي لانفيني هي لانفين، والليميت ديال جي عندما تساوي لانفيني هي لانفين. دابا الى خديت الفرق الليميت ديال اكس تساوي الى بليس لانفيني ديال اف لي اكس موان جي تساوي، الى خديت الفرق اكس اوس 2 زائد اكس ناقص اكس اوس 2 هذا غادي يمشي مع هذا، غتبقى لي غير ليميت ديال اكس، ليميت ديال اكس عندما تساوي الى بليس لانفيني، وهذه خرجت لي هي بليس لانفيني. لاحظوا مره هنا خرجنا واحد، مره خرجنا لانفيني، مره يخرج لك الجدار مربع، مره تخرج لك موان لانفيني، مره صفر، مره ثلاثه، مره اربعه. اذا هذا من الاشكال غير محدده، يعني لانفيني ناقص لانفيني هو شكل غير محدد. بليس لانفيني الى نقصتي منها بليس لانفيني كما شفنا في هذه الحاله خرجنا واحد، مره خرجنا بليس لانفيني، مره خرجنا صفر، مره خرجنا ثلاثه اربعه، يعني هنا ما يمكنش نحدو هذا الفرق. داكشي علاش هذا هو من الاشكال غير محدده في النهايه. بما ان هاد لانفيني لا تساوي لانفيني، هنا كاين اختلاف، يعني كون كانت تساوي غتخرج لنا في جميع الحالات يخرج لنا صفر، كون كانوا كيتساووا غيخرج لنا صفر هنا وهنا عرفتي نحسبوا غيخرج لنا صفر، في ذلك حالة أخرى غتخرج لنا صفر، دائما غتخرج لنا صفر، لكن بما أن هنا كاين اختلاف وهذا، إذا هنا ما كيتساووش، إلا ما كانوش كيتساووا فحتى لانفيني على لانفيني حتى هي شكل غير محدد. من هاد الأشكال غير محددة غنسجلو الأشكال الأخرى. غنجي هنايا نشوف هاد التعبير هذا شحال غادي يعطينا ا على لانفين، ا على لانفين غادي نحسبوها، ا على لانفين واحد العدد كيفما كان عدد حقيقي على لانفين، يكون صفر يكون واحد يكون ثلاثة، وهاد لانفين هو رمز، يعني لانفين سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف. غنشوف هادي شحال تعطينا. باش ناخذ هادي ناخذ ا قيمة، نضع ا تساوي واحد وندرسو هادي، نشوفو واحد على لانفيني شحال عطينا، واحد على نشوف واحد على اثنان عطاني صفر فاصلة خمسة، واحد على عشرة عطاني صفر فاصلة واحد، واحد على ألف صفر فاصلة صفر صفر واحد. وأنا غادي إذا درت واحد على مية ألف غيعطيني صفر فاصلة صفر أربعة الأصفار واحد. لاحظ معايا كل ما انا كنكبر في هذا المقام كان جوج ولا كتدي نص
كان 10 ولات عندي 0.1 غادي كيصغر. هذا العدد غادي كيصغر ولكن ما كيهبطش لنا السالب، لان ما عندناش هنا السالب. غادي كيصغر علاش كيقرب؟ انا دابا درت هنايا عدد من الاصفار، عدد من الاصفار حتى هنا غيخرج لي واحد العدد من الاصفار، وهذا العدد تقريبا كيساوي 0. اذا في الوقت اللي انا نوصل فيه لانفيني واحد العدد اللي هو كبير بزاف غيعطيني 0. اذا واحد على لانفيني هو 0، وحتى ا على لانفيني هو 0. هذا من الاشكال غير محدده، من الاشكال المحدده في الرياضيات. ا على لانفيني هو 0، ولا قسمت ا على 0 بالقاعده الثلاثيه، ا على 0 غيعطيني لانفيني. والاشاره ديال لانفيني على حسب الاشاره ديالهم بجوج، يعني 0 الا كان بليس و ا بليس، يعني هذا موجب وهذا موجب، لانفيني غادي تكون موجب. كان سالب و الصفر هنا موجب غتكون موالا فين. اذا هادو من الاشكال المحدده في الرياضيات، هادو ماشي اشكال غير محدده، اي شكل غير محدد غنكتب لك عليه اف اي. لقينا دابا لحد الان لقينا جوج اشكال غير محدده، لانفيني موالا فين، هذا حيت ناقص مع زائد تولي ناقص، لانفيني ناقص لانفيني هي فورم ان ديتيرميني، وحتى بليس لانفيني بليس لانفيني، حيت ما يمكنش باش غادي علاش وضعنا هذه فورم ان ديتيرميني، حيت هنا ما كيتساواوش. وثاني حاجه ما عرفناش شكون الكبير فيهم، واش هذا هو الكبير ولا هذا هو الكبير، باش يكون تكون الاجابه ديالنا صحيحه. نشوفوا صفر في لانفيني، صفر في لانفيني، الا خدينا الصفر هذا اللي هو ا على لانفيني غيعطينا ا على لانفيني في لانفيني، يعني غيساوي ليا هو ا في لانفيني على لانفيني. وبما ان هذا الشكل هذا لقيناه غير محدد، فحتى هذا الشكل هذا هو غير محدد. اذا نكتبوه دابا، صفر في لانفيني هو شكل غير محدد، من الاشكال غير محدده في الرياضيات. من بعد كاينه صفر على الصفر، صفر على الصفر، الى خدينا الصفر واحد عوضناه ب ا على لانفيني، غتكون عندنا ا على لانفيني، عوضت هذا الصفر ب ا على لانفيني، هنايا صفر. اذا ا على لانفيني، وبما ان الصفر في المقام يعني صفر على واحد، ديال القاعده ا على لانفيني في واحد على صفر، يعني غتعطينا ا على لانفيني في صفر. ولانفيني في صفر، لانفيني في صفر هو شكل غير محدد، وبالتالي فصفر على صفر هو من الاشكال غير محدده. اذا خلاصة لقينا ثلاثة ديال الأشكال، أربعة الأشكال غير محددة، شكل في الجمع، وشكل في القسمة، وجوج الأشكال، جوج الأشكال في القسمة، وشكل في الجداء. نشوفوا ما تبقى. فلانفيني بليس لانفيني فوا بليس لانفيني، هذا ماشي شكل غير محدد، هذا محدد، لأن جداء عددين موجبين هو عدد موجب، فعدد كبير فعدد كبير غيولي لنا عدد كبير. خدينا عاوتاني بليس لانفيني في موان لانفيني، جداء عددين مختلفين الإشارة هو عدد سالب، وغتبقالنا لانفيني في لانفيني غتعطينا لانفيني. هنا اللي ميمكنش، هذا عدد كبير في الأعداد، يعني رمز لي عدد كبير غير منتهي في الأعداد الموجبة، وهذا رمز لي عدد كبير غير منتهي في الاعداد السالبه، فالمجموع ديالهم هو غير معرف كيفما شفنا هنا، كيفما شفنا هنا المجموع ديالهم غير معرف، لان هنا القاعده جينا نطبقوا عليه القاعده التامه، مجموع عددين مختلفين الاشاره، مجموع عددين مختلفين الاشاره، نحتفظ بالاشارات الاكبر بينهم، ولكن هنا ما عارفينش شكون اللي كبير، شكون اللي كبير في هذا ما عارفينش. اذا هنا كيوقع لنا كنلقى فورم ان ديتيرمين نسبه، واش درست كاع الحالات، كاينه الضرب الجمع صافي، كيبقى عدد اي عدد يخالف صفر ضربتيه في لانفيني هو لانفيني، اذا كان صفر
عطينا شكل غير محدد، ولكن اي عدد ضربتيه في لانفيني عطيك لانفيني. عندنا الحالة الاخرى هي لانفيني زائد اي عدد كيف ما كان ناقص اي عدد كيف ما كان كتعطينا هي لانفيني، والاشارة ديالها اذا كانت هي موجبة غتعطينا موجبة، كانت سالبة غتعطينا سالبة. وبهذا نكون درسنا جميع الحالات في النهاية. الاشكال غير محددة والاشكال المحددة باش ميبقاش عندكم مشكل في هاد النهايات. هاد الرموز هادو ما كنديروهمش، ما كنديروش زائد لانفيني ناقص لانفيني، كنخدمو بالنهايات هكذا. ليميت بيس لانفيني تساوي بيس لانفيني، ليميت بيس لانفيني تساوي بيس لانفيني، ليميت دال فرق تساوي واحد. ما كنخدموش بالرموز غير هنايا باش تعرفو شنو هما الاشكال غير المحددة، لان يعني في الوقت اللي كتعوض فيه كتلقى لانفيني ناقص لانفيني خاص تعرف شنو دير، كتلجأ للتعميل، مرافق، تفكيك، تفكيك الدالة، يعني عندك بزاف الطرق اللي تقدر تخدم بهم. اما هذا الرموز هذا ما كنكتبوهوش بحال هكذا، ما كنكتبوش هذا الرموز هذا، هذو كلهم كتابات خطا، ما كنكتبوش هذا الشيء غير الوقت خاصك تعرف حتى الشيء كله ما كنكتبوش، خاصك تعرف غير لانفيني في لانفيني واش الشكل غير محدد ولا شكل محدد. اذا كان شكل محدد حسبتيها ولقيتيها في دماغك هي لانفيني فوا لانفيني، يعني لقيتيها هي لانفيني، تحط هي كيس لانفيني ليميت ديال اف اكس تساوي كيس لانفيني، يعني كانت عندك اكس فوا اكس اوسي 2 هادي عطاتك لانفيني وهادي عطاتك لانفيني، غتكتبي اذا ليميت ديال اف اكس هي كيس لانفيني، ما تكتبش لي هذا الشيء، هذا الرموز ما كيتكتبوش. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو دعمونا بالاشتراك ديالكم في القناه، والى فيديو اخر ان شاء الله.